والله ما فهم حتى المشكل صحيح ما تغناش في الماتش كيما يلزم مي كيما يقول لك رجعنا في الدوزيامي طوين كورنا بالكدا صحيح ما كورناش الكره تاعنا وين كنا شغل صعبت علينا برشا مي الحمد لله كيما شفنا ثاني كيما يقول لك التحكيم ما كاش معنا ما كاش نيشان واش نقول لك خلي الناس تحكم هي اللي تحكم في الاخر باسكو الدوزيام بيت الدوزيام اكسيون تاع الشنيحي شفنا بلي ما كان حتى اورجو واش نقول لك خلي الناس هي اللي تحكم وتشوف ما شفناش الكلوب نتاع الراجل السياسي صحيح كيما قلت لك ما تخناش في الماتش ما لعبناش الكره تاعنا وكيما موالفنا لعبوا كانت علينا بريسيون مي الحمد لله بعد كي رجعنا في المقابله وسجلنا هدف وشفنا واش كاين واش صرا واش نقول لك خروج ثاني تاع احمد خليل وين شويه كان فراغ الوسط مي الله غالب هذه ان شاء الله نصلحوها في الماتشات اخرى ان شاء الله. اليوم نحكيو على مقابله نتاع ديربي نهار الاحد نحكيو يكونش سهل الماتشات كاع يكونوا صعاب ان شاء الله حنا اون فابريباري ان شاء الله ننساو هذه الخساره تاع ديربي باسكو هذه هي الكره ما كناش بها ما كناش بالكدا وان شاء الله اون فابريباري الماتش بروشان ان شاء الله باش نجيبوا ريزلت باهيه من الماتش الاخر.